هذاك لك شي شاب جايب لي شي تصاور نشوفهم. غنشوفو هاد التصاور هادو. قول. صباح الخير كوميسير. صباح الخير، جلس. السلام عليكم. مرحبا. شحال بالخاطر؟ جبت لك شي تصاور. بغيتك تشوف. مين جبتي هاد التصاور كي درتي لهم؟ أنا صورتهم، ولكن كنت كيف العادة طالع فوق الشجرة. صيد الفراخ. واش أنت دابا كتصور ولا كتصيد؟ أنا فريخي كنربيهم يا سيدي، كنربي الفراخ. تهضر مقاد مع السيد العميد. راه سولك شنو علاقة صياد الفراخ بهذاك السيد اللي كيدفن هذاك الشيء. ياك ما أنت معاهم؟ لا، أنا نعاود لك العام أسيدي. شي فاش كيطالع فوق الشجرة وانا نسمع واحد الصوت ديال الطوموبيل. طلع لي الدم حيت داك الصوت كيهرب لي الفراخ. شوية ويبان لي واحد خونا جا وقف الطوموبيل ونزل منا. عسالة مشى وانا بطل من حفر حفر يا مش حفر. دابا بصراحة فاش هبطتي بغيتي تسرق داكشي اللي كان كيحفر ليه؟ قلت زعما راه غيكون مخلي شي لعيبة ولا مربق شي حاجة تما السعر راه ما توقعتش غنلقى فحال هذاك الشيء نعمس. اش بقيت؟ وترابية. ترابية؟ ربيع درية الله زيدا نحمس. نوفل غتمشي معاه وغتصاور غادي لهم تخدمو وانا غنمشي لابريكاد ديال الغابة غنشوف داك الشيء اللي كانوا كيدفنوا. يلا معاه. مرحبا نحمس. يلا بالسلامة. اسمعني مزيان، غادي تدبر على شي جوج يكونوا بيان بريزونتي وشي كات كات مزيانة. واش غندير؟ اسمع مزيان، الشجرة اللي كنتي فيها؟ هي اللي كنت جالس فيها. بس كنتي جاهم الطوموبيل هنا ودخل لهنا وانت كتشوفه من فوق. كنشوف فيه من فوق. كتصاور من خديتهم؟ كنت واقف بالي ولا جبت تليفون ولا من فوق الشجرة. انا مثلا مو جريمه
الو وفين جا؟ غتشوف لي الكاميرات ديال السوبر مارشي وغتشوف لي شنو هما هاد الحوايج اللي شاف. سلام. عندك نكون برز الضو مبقاش كيجاوبني لان المستوى ديما يديرهاش معايا. ما كيجاوبنيش. باينة سارة ماشي هي بنتي. تبقى البنت الأخرى ديال الزمور. نشوفوا واش هي اللي بنتي ولا لا. هذا خايفة غير تكون تبعت ولا تكون ماتت. يا ربي حد الباس ما بقيت قادة تستحمل هذا الكابوس. ضرماك في واحد الموضوع ولكن هادشي اللي نقوله يبقى بيني وبينك ما يسيق حتى واحد الأخبار. قول لي مدام مالكة كتصيفطي شي فلوس لواحد السيدة في فرنسا؟ ما كنعرفش شي حد في فرنسا. انا ما كرهتش تهضري معايا بصراحه وتقولي لي شنو بينك وبين داك السيدة باش تصيفطي لها الفلوس. بصراحه ما كنعرف حتى شي حد في فرنسا عاد غنصيفط الفلوس. مدام مالكة انا جيت عندك برجلي كم امكاني نصيفط لك السيدة وتجي لعندي وندير معاك استنطاق وسين وجيم وفي الاخر تقدري تكوني شريكه ديالها. تيقني ما كنعرف حتى شي وحده في فرنسا ولا غير فرنسا. ولا داك لاصق الخبر ما يعجبهمش الحال. راك عارفه شنو ممكن يوقع. بلاتي تفكرت ياك ما كتهضر على سمية الدمياني. سمية سمية الدمياني كانت كتقرا معايا انا في المغرب ومشات خدمت في فرنسا. سمية الدمياني هي سميتها الحقيقيه ولكن هذيك خطير. كل مره كدير سميه في شكل كل سميه كتنصب على حد فيها. انا يا كنت شفتها في الفيسبوك خدامه في واحد المجازة تمايا في فرنسا وتجيب لي الحوايج باثمنه مناسبه. صافي هادشي اللي علاقتي بها. اشنو بغيت تقول لي زعما بغيت تحلي بوتيك ديال الحوايج كاع هذاك الفلوس كلهم؟ واخا غندير راسي تيقتك واخا انا هادشي اللي قلتي ما تخليهاش لدماغي. خصك تعرفي واحد الحاجه ان هذيك سميه عليها مذكرات بحث دوليه. اش هادشي كتقول السي مسعودي؟ كي كتسمعي واللي كنصحك انك تقطعي اتصالك بها. الحمد لله من قلبنا ما لقيناش عندك علاقه بها سينو كنتي حتى تي غتمشي فيها. الحمد لله مادام انا نمشي دابا ولكن انا مشات اتصلت بك عافاك اتصلي بيا في ديك الساعه. شكرا. تفهمنا؟ تفهمنا. بالنسبه لي حياه غيكوني هانيه غنعطي جميع المعلومات اللي كتعلق بالبنت الرابعه ما نوصلكش. سلامة. مع السلامة.